بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محب الزراعة في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم زراعة لايف. النهاردة موضوعنا عن استصلاح الأراضي واستزراع الأراضي الصحراوية بشكل عام. ومن المعروف أن موضوع استصلاح الأراضي والتعامل في الصحراء مع البيئة الصحراوية والظروف القاسية اللي بتبقى موجودة في الصحراء بتبقى لها ناسها ورجالها اللي قادرين على التعامل مع هذه البيئة وهذه الأماكن. معانا النهاردة رجل الصحراء واستصلاح الأراضي واستزراعها، المهندس معانا المهندس محمود علي العوامي، مدير ومؤسس شركة العوامي لاستصلاح الأراضي من الوادي الجديد. اهلا بحضرتك باشمهندس محمود. معانا كمان النهارده اللي مشرفانا في الاستوديو الدكتوره نهى عمرة ابو العلا، دكتوره صيدليه واحد واحده من المؤسسين الشركه ومستثمره في مجال استصلاح واستزراع الاراضي الصحراويه. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا يا باشمهندس محمود، واهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. واهلا وسهلا بضيوفنا من الوادي الجديد، شرفتونا في الاستوديو. الله يخليك. حضرتك بقى يعني ادينا فكره كده عن موضوع استصلاح الاراضي ومحافظه الوادي الجديد، ويعني ايه اللي دخلك المجال دوت وكده يعني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. محافظه الوادي الجديد هي محافظه تبلغ مساحتها 44% من مساحة مصر كليا، تغلب التربة والأرض والمياه الجوفية فيها على صلاحيتها للزراعة بجميع المقاييس. أولا عندنا مخزون مياه جوفي معروف علميا أنه أكبر مخزون الجوفي اللي هو الخزان الجوفي. تمام. التربة بتاعتها ممتازة طبعا. يعتبر بالكامل. كان في قديم مصر كان تسمى سلة غلال مصر. صحيح. تمام. الوادي الجديد تشتهر بالأمان، ده أول شيء بندور عليه. تمام. تاني هام بنشكر القيادة السياسية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة المحافظ الوادي الجديد محمد زملوط، سيادة اللواء محمد زملوط والدكتور. أيوة. على أنه بيدي تسهيلات لجميع المستثمرين وجميع الزائرين للوادي الجديد في مشاريع الاصلاح الزراعي. تمام. وفاتح مكتب صندوق اصلاح الاراضي لاي مستثمر سواء صغير او كبير. تمام. طب يا باشمهندس يعني ازاي دلوقتي مثلا انا عايز واحد عايز استثمر في المجال الزراعي، عايز اخد ارض في الوادي الجديد؟ والله الاستثمار انواع، في استثمار صغير واستثمار كبير. ايوه. لو انت كبير وشركات وكلام ده كله فانت بتتوجه على المحافظه درينك. تمام. وساعتها المحافظه بتقدر توجهك صح وتقدر تديك المساحه بناء عن دراسه الجدوى اللي حضرتك بتقدمها للمشروع اللي انت عايز تعمله. ده كلام جميل. بالنسبه للفلاح الصغير اللي هو بياخد 5 فدان او 10 فدان او 20 فدان او لحد ال 200 فدان فهو فلاح صغير بالنسبه لمساحات الوادي الجديد. تمام. يجي عندك ال 5 فدان وال 10 فدان والكلام ده كله، هم بيتجمعوا كمجموعه. تمام. بيكونوا مجموعة وبيكونوا أسسوا شركة قانونية، وبعد كده بيتوجهوا بياخدوا الأرض، واخد بالك؟ يعني هم بيكونوا مجموعة ولا حضرتك اللي بتجمعهم مع بعض؟ احنا الاتنين. تمام. احنا كشركة بتتعاونوا مع بعض. انا تمام. كشركة اول حاجة جمعت جماعة اللي هم اصدقائي. أيوه. وحبايبي وقرايبي وابناء عمي. أيوه. وعملت الشركة ديت تقديم خدمات، عندنا جرار ليزر، عندنا لودر الحمد لله، عندنا تمام. واخد بالك؟ عندنا تعاقدات مع شركات طاقة شمسية. تمام. طب انا بعد من غير ما اقطع حضرتك، يعني المستثمر الكبير زي ما حضرتك ذكرت في البدايه هو عارف طريقه وعارف هو بيعمل ايه. طبعا. لكن انا بتكلم بقى على اللي هو المتوسط او الصغير اللي هو هياخد مساحات صغيره، ما هو ده لازم هيخش في مجموعه. ما هو لازم يخش في مجموعه او يتوجه لشركه من الشركات اللي شغاله على ارض الواقع. في شركات. تمام. كتير شغاله على ارض الواقع. واحد منهم. احنا واحد شركة منهم. تمام. شركه العوامي. يعني هو دلوقتي بيجي شركه العوامي بيقول لحضرتك انا عايز مثلا اخد مساحه 5 فدان وهكذا. على حسب المشروع القائم، واخد بالك؟ بيدرجوا معانا وبيخش في تأسيس شركة من الشركات اللي بنعملها. تمام. وبيخش على حسب إمكانياته والدنيا دي كلها. تمام. يعني هو النشاط الاستثمار الزراعي ده مجزي يا باشمهندس يعني والله من خلال خبرتك يعني في المجال؟ والله هو عامة احنا كبشر من غير زراعة ما نعرفش نعيش حقيقي. أول حاجة من فترة. أي حاجة في الدنيا احنا بناكلها أكيد. تمام. الأكل ده كله زراعة. تمام. ما زرعناش قمح مش هناكل، ما زرعناش طماطم مش هناكل، ما زرعناش خضار مش هناكل، ما زرعناش فاكهه مش هناكل، محاصيل حبوب محاصيل علاج. فهي حياه، فهي تمام. الاساس. تمام. تمام. اي بلد بتقوم على الزراعه. نعم. الزراعه والغذاء اهم شيء. تمام. حقيقي. فالوادي الجديد برضه في حاجه اللي هي ايه، النخيل.
أيوه. النخيل يمتاز الوادي الجديد بالنخيل. أيوه. العائد الاقتصادي بتاع النخيل كبير جدا، بس المشكله في الناس ان هي بتبص تقول لك انا لسه هقعد 5 سنين طويل طب بعيد شويه لسه هقعد 5 سنين عمال مجني الخير. طيب ماشي، ما انت النهارده بتزرع الفدان عندنا احنا في سوهاج وفي وادي النيل تمام ب 2 مليون الفدان، واقل حاجه يعني فدان زراعه تلاقيه ب 2 مليون مليون ونص 2 مليون وبيعدي الكلام ده كله تمام. ايه العائد الاقتصادي بتاعه اخر السنه؟ معلش مفيش، ولا 10000 مثلا واخد بالك اخره يعني. في الجمح مثلا 20000 ولا حاجه، وبيتزرع وشين ذره او الكان كده، فلو كبرنا حتى قيمه ايجاريه ب 10000 جنيه بتلاقي مفيش تمام. فبتلاقي وغير كده ان في مثلا عندك الري هناك مثلا نظام بحاري وجاز وسحب والكلام ده كله مكلف، في مكلف احنا الجراب تقريبا بيشرب بحوالي 13 جنيه ويزيد حاليا تمام. انت عندك الوادي الجديد شمس ساطعه واخد بالك، تتيح ليك انك انت تشتغل طاقه شمسيه طوال السنه ما عندكش مشكله فيها، فكده عندك وفره جامده فين؟ في موضوع ايه اللي هي المولدات او الديزل او الكهرباء. فاحنا بننصح برضو بالطاقه الشمسيه، يعني في ناس بتوجه للديزل عشان تسترخص الاراضي، ودي في النهايه برضو ما عملتش طاقه شمسيه فبالتالي بتفشل تمام. الناس برضو اللي بتيجي وتزرع زراعات تقليديه بننصحها برضو ازرع نخيل، ما عندناش مانع انك انت تزرع زراعات تقليديه، الاستثمار الزراعي كبير جدا منه انتاج حيواني وانتاج دجيني ومشاريع استزراع سمكي تمام، وتقدر تعمل نعام وتقدر تعمل اللي انت عايزه تمام. بس اهم حاجة برضو النهاردة انت مش هتقدر في كار المعمار ما تقدرش تبني عمارة بدون اساس صحيح. فانت اول ما تأسس المزرعة بتاعتك ازرع نخيل وبعد كده كمل زي ما انت عايز، هتلاقي الدنيا معاك بعد 5 سنين اتغيرت تماما. الفدان اللي انت واخده ب 30-40 ألف جنيه او ب 50 ألف جنيه هتلاقي ثمنه يزيد عن 250 ألف جنيه تمام. طبعا اللي هيسمعنا هيقول لك ازاي فدان في الوادي الجديد 250 ألف جنيه؟ لا، اغلب الاراضي اللي حضرتك بتشوفها بتتعرض على السوشيال ميديا تعتبر اراضي ساقطه، يعني اراضي بعدلها، محدش بيبيع حاجه كويسه منتجه. انا عندي النهارده فدان ولو اتفصل ب 300 ألف جنيه وهو بيجيب 70-80 ألف جنيه او 100 ألف جنيه في السنه مش هبيعه، ده الطبيعي ده فعلا انت واخد بال حضرتك، فده الطبيعي. فالنهارده اللي بيعرض ايه؟ بيعرض حاجه هو عنده زياده، دي زياده عن الطاقه هو كان بيعمر فيها وجه وقتها فبيبيعها للاحتياج، لان اغلب الناس عندنا في الوادي كلهم يعني على الاجماع شغالين في الاستثمار الزراعي. تنصح بالنخيل عشان هو مجزي اقتصاديا ولا مجزي اقتصاديا وبيرفع سعر الارض تمام وفي نفس الوقت هو موفر جدا بالنسبه للمجهود الشخصي يعني اي انسان يقدر يزرع نخل حتى هو لو قاعد في خارج مصر. احنا زرعنا الناس وحاليا ان شاء الله بدانا ننتج. يعني دلوقتي اللي انا فاهمه من كلام حضرتك ان يعني مثلا لو في مستثمر حابب يستثمر في المجال الزراعي بيتوجه مثلا لشركه العوامي، وهو يعني الشركه بتقوم بتقدم له جميع الخدمات يعني تسويه مثلا في كل حاجه، ابار طاقه شمسيه تركيب شبكات توصيل شمسيه توريدات اي حاجه عماله والزراعه وكل كل حاجه بنقوم بيها من الالف للياء. من الالف للياء. طيب يعني ايه اللي خلاك تحب الزراعه يا باشمهندس وتتجه للاستثمار في المجال ده؟ والله انا يعني واساسا من محافظه سوهاج جدي، ملاك من سنه 63 زي اي شاب طلعت من الجيش بدات ابص في البلد عدي ايه اللي نجحك، عشان تبقى انسان ناجح لازم تبص ايه اللي نجحك. تمام اتجهت اول حاجه كانت ايامها. طيب معانا الحاج عيد في المداخله. الو الو ايوه حاج هنا اتفضل. معاك يابا. اهلا وسهلا بحضرتك. تحب تشارك معانا في البرنامج؟ اتفضل. ايوه شوف يا عم عبده. معاك المهندس محمود العوامي. ايوه سعاده الباشا. عم عبده عامل ايه؟ الحمد لله يا باشمهندس محمود، انت عامل ايه يا باشا؟ الله يخليك الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس محمود. ايه اخبار المصداقيه معانا؟ انت حضرتك متعامل معانا ليك اكتر من سنه تقريبا. والله من احسن الناس ومن احسن الشركات رب يعني والله من احسن الناس ومن احسن الشركات. ربنا يوفقك يا عم عبده. قصرنا معاك في حاجه؟ ربنا يبارك لنا فيك يا عم الحاج محمود انت وشركتك المحترمه. تسلم. لا والله ما حصل يا شيخ. انت زارع يا حاجنا. والله يا حاج محمود احنا يعني نحمد الله ونشكر فضله ان احنا ربنا وقعنا في الرجل الطيب. الله يخليك يا عم عبده. ايوه احنا عايشين بدعويك والله. عايز حابب تقول حاجه ثانيه يا حاج؟ انا والله يا دكتور ويعني مش عارف الراجل ده اشكره ازاي بصراحه. ليه بس يا عم عبد؟ احنا بنشكره بالنيابه عنك يا حاج ومتشكرين جدا لاتصالك. اشكره ازاي في المصداقيه؟
الفلسفية بتاعته وفي الجدية بتاعته. تمام، الله يخليك عم عبده، تسلم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك بالصحة. طيب نرجع للمهندس محمود العوامي مره ثانيه، وبنقول يعني حضرتك كنت اتجهت بقى للمجال الاستصلاح الاراضي والزراعه، فكرت برضه يعني زي فكره اي شاب عايز ينجح، تمام. ففكرت يعني لما جيت افكر فكرت ايه في النجاح مما انتهى منه الاخرون، مش لسه هفكر في حاجات تقليديه. تمام، في مشاريع تقليديه كتير جدا بتنفذها الشباب، هي اي نعم عائد اقتصادي غريب واخد بالك بسرعه، بس في نفس الوقت الاستدامه بتاعتها والمكسب بتاعها ضعيف. فلما يكون عندك امل في النجاح الكبير لازم يكون عندك مجازفه، ولازم يكون عندك قوه تحمل ليه. صحيح، تاخد ضل حضرتك. يعني مثلا انا لما زرعت قلت اول حاجه ازرع نخل، زرعت حشه نخل الحمد لله في 2010 والنهارده منتجه بسم الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. ومش هقول لك الفدان فيها، لا الفدان فيها وعدى 400 الف جنيه فصال، تاخد بالك في جيراني. فديتي ديتي من ضمن الاسباب. النخل انواع النخل اللي موجوده اللي بتجود، والله احنا بنشتغل لو الصعيدي او احنا بنشتغل في الصعيدي. لان احنا مثلا اي مستثمر صغير بننصحه يشتغل في الصعيدي. انما الجيش ومزارع الجيش والعوينات والمستثمرين السعوديه من السعوديه والكلام ده كله، زي مزرعه الحاج يوسف غبان، مزرعه السعودي ومزارع العوشر العوينات طبعا معروفه، واخد بالك، كله ده شغل تصدير في الميدول وفي البرحي. بس طبعا اللي عايز يكون عنده امكانيات واخد بالك ضخمه، ايوه عاليه، دي قليله في النسبه للشغل ده. تمام، طيب نستاذنك ونروح للدكتوره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، شرفتينا يا دكتوره. شكرا. طيب حضرتك يعني بالنسبه للمهندس محمود العوامي من ابناء الوادي الجديد، وهو دي البيئه، وهو يعني نشا في المكان دوت واتجه لمجال الزراعه بحكم المنطقه اللي هو عاش فيها وتربى. تمام. طيب حضرتك دلوقتي يعني من اسكندريه ورحت الوادي الجديد، وحضرتك دكتوره صيدله ودخلت في مجال الزراعه، فاحكي لنا بقى يعني باختصار كده بس بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. كان لكم اعزائي محبي الزراعه في كل مكان مره ثانيه في نفس في حلقه النهارده عن استصلاح الاراضي، ومعانا مؤسس ومدير شركه العوامي المهندس محمود العوامي، ومعاها الدكتوره نهى. اهلا وسهلا يا دكتوره، شرفتينا ونورتينا. احكي لنا بقى ايه قصه يعني الوادي الجديد وسيبت اسكندريه والبحر وفتحت البحر. والله سبحان الله، هي الطبيعه كلها سحر، كل خلقه ربنا جميله. انا بطبعي محبه جدا للتامل، ومحبه للهدوء، ومحبه للتفكر، ومحبه جدا ان انا امزج بين ايات الله المقروءه والمنظوره. يعني انت تتعرف على الله عز وجل من مخلوقاته في الطبيعه. جميل. يعني قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأنا بالنسبة لي يعني في الأصل كنت أتمنى أن أنا أدرس شريعة إسلامية في مكة المكرمة في جامعة أم القرى، وبالفعل أنا عشت فترة طويلة في السعودية، ولكن طبعا لأني مصرية الجنسية ما قدرتش أن أنا أدخل جامعة هناك، فجيت وخدت ثانوية عامة من هنا ودخلت صيدلة، قعدت في طب فترة بسيطة جدا، ولكن حسيت بما أن أنا بحب الروحانيات قوي فحسيت طب صعب عليا نفسيا مش علميا. وكان بعديها نفس المجموعه سنه التنسيق كان طب وصيدله اخدين زي بعض بالظبط. فحولت صيدله من منطلق ان انا بقى اشتغل في الكوزمتكس والحاجات اللي فيها حاجات فيمينين وكده ويبقى مناسب لشخصيتي اكتر يعني. ولكن بعد ما خلصت صيدله بفتره برضو نفس هاجس الروحانيات اللي عندي ده اتكرر، فقررت ادرس شريعه اسلاميه. ولكن برضو قابلت نفس المشكله جوه مصر ان انا مش ازهريه. صحيح. فاضطريت ان انا ادخل كليه الحقوق. أيوة. وكنت الاولى على الدفعه ما شاء الله. وبعدين عملت دراسات عليا في القانون العام وفي قسم الشريعه تخصص سياسه شرعيه. وجت لي بقى الفكره من منطلق ان المدن الكبيره زحمه جدا. أيوة. وانا يعني حاليا بحب الهدوء جدا. بيساعدني على يعني مزيد من طلب العلم. تمام. بيساعدني على التفكر. قعدت بحثت في خريطة مصر، يعني ما كنتش عايزة اطلع برا مصر حقيقة، مع ان اخواتي معظمهم عايشين برا مصر، يعني ليا اخ مهاجر في كندا وليا اخ في السعودية وليا اخ في الكويت، ولكن انا طول الوقت عايزة احقق اهدافي دي كلها جوه بلدي. كويس.
يعني انا عندي هوم سيكنس، اسافر بره مصر ولكن ابقى عايزه ارجع طول الوقت رجعوني. يعني انا دلوقتي حضرتك يعني رحت الواد الجديد حبه في الاستثمار الزراعي ولا لا؟ مبدئيا زي ما قلت لحضرتك انا كنت بدور على مكان يجمع بين الطبيعه الساحره وبين الحياه المدينه. جميل. ان انا اجمع بين السفاري الهدوء والمدينه في نفس الوقت والخدمات المتوفره الريفي. تمام. وفي نفس الوقت المدينه تبقى متطوره ان انا الاقي ديليفري والاقي شقه برده كويسه. فلقيت الخارجه هي النموذج مثالي بالنسبه لحضرتك ان تعيشي فيه مكان للمعيشه وفي نفس الوقت بيحقق الهدوء النفسي اللي حضرتك بتدور عليه. خاصه الخارجه السنه اللي انا رحت فيها، انا رحت من حوالي سنه وكام شهر كده، كانت اخده احسن محافظه على مستوى الجمهوريه. أيوة. فرحت اول حاجه افضل مدينه، افضل مدينه تمام. بس فرحت رحله وبالفعل انا انبهرت صراحه، ما شاء الله تبارك الله، كانك عايش في قريه سياحيه. الشوارع نظيفه جدا، الاضاءه ليلا ساحره مع منظر النخل. فانا رجعت حاسه ان انا لا يعني قلبي اتعلق بالوادي الجديد. يعني حضرتك كده شوقتينا اصلا نروح الوادي الجديد ونرجع ان شاء الله نزور الله. الفتره دي ما كنتش لسه اتعرفت على باشمهندس محمود وكنت بحاول ان انا اجيب شركات استصلاح الاراضي من على النت، وبالفعل اتحركت مع شركات كتير جدا. يعني انت دافع الرغبه بقى في الاستثمار مع دافع الرغبه في المعيشه في الخارجه، الاثنين اتجمعوا مع بعض. عملت بحث. فقعدت فتره طويله اعمل بحث اكتر من 3 شهور تقريبا اونلاين. أيوة. لحد ما عرفت يعني الوادي الجديد الجغرافيه بتاعته، الاراضي بتاعته، المساحه بتاعته، الزراعات اللي بتجود فيه، طبيعه المناخ، تاريخه ثقافيا. تمام. ده كان مهم جدا بالنسبه لي. يعني أيوة. بحس تلك الايام نداولها بين الناس، الدنيا بتلف وبترجع. بس حضرتك عندك دافع للزراعه يعني برضو يعني انت بتحب الخضره، بتحب النباتات جدا. جدا ده عشق، وده اللي خلاكي تتوجهي للتوجه ده بالظبط. وبالفعل انا يعني شفت اراضي كتير مع شركات كتير، وكنت محتاره الاول الفرافره ولا الدخله ولا الخارجه، ولكن نظرا لان الخارجه فيها معظم المؤسسات الحكوميه، المديريات الشؤون الصحيه، عاصمه المحافظه البنوك. أيوة. المحافظه يعني فيها كل المؤسسات الدوله اللي انت تقدر تقضي بيها مصالحك من غير ما تضطر تسافر وتروح النقابات. أيوة. وبالتالي فكنت ماشيه في يعني في تو لاينز مع بعض، ان انا اعمل شغلي انقله شغلي الاصلي. تمام. كصيدلانيه في. أيوة. وزاره الصحه. انا حاليا مسؤوله سلسله التبريد ومديره المخازن في اداره الطب الوقائي، مديريه الشؤون الصحيه. تمام. في الوادي الجديد. فنقلت الوظيفه ونقلت الاستثمارات وحياتك واصبحت في الوادي الجديد ودخلت بقى في المجال الاستثماري. اول حاجه رحت رحله، رحت رحله فقط. وبعدين شفت فيديوهات الباشمهندس محمود اونلاين على النت وكده. وتواصلت معاه وانا هناك. قناه اليوتيوب على اليوتيوب. قناه اليوتيوب اسمها بتاعته اسمها شركة العوامل. والفيسبوك برضه نفسه. بس مين لي اليوتيوب بالفيديوز، لان انا اللي واجهني ان انا ما كانش عندي داتا عن الوادي الجديد نهائي، ولا اعرف بيتروح ازاي ولا اي حاجه، والمعلومات عنه الحديثه قليله جدا. عموما انت نورت الوادي الجديد يا دكتوره. لسه معانا ننتقل للمهندس محمود، وفيه دلوقتي معانا ماتيريال على الشاشه. دلوقتي حضرتك يعني كل مشروع له عوامل نجاح وعوامل يعني ايه الدوافع بقى اللي خلينا نشتغل في الزراعه والاستثمار الزراعي؟ واحنا شايفين شغل حضرتك على في الشاشه جميل جدا، يعني ما شاء الله نخيل واشجار تانية وخضار ومحاصيل حبوب وحاجات زي كده. والله بص، اتفضل. اول حاجه الاستثمار الزراعي لازم تبص فيه من روح اعمار الارض. اكيد. تفضل حضرتك. يعني انت ممكن تكون رايح مزرعه، مش شرط المزرعه دي تجيب عليك عائد، بس انت وماشي في الطريق ربنا هيرزقك. طيب ماشي تمام. فالانسان النهارده اول ما تيجي الوادي الجديد اول حاجه لازم تعرف امكانياتك الماديه. ايوه. ومصاريفك الشهريه. صحيح. ودخلك الشهري الثابت. ايوه. وهل انك انت هتقدر تصرف على امتداد المزرعه لحد ما تنتج. لحد ما تنتج. ايوه. لان ما حدش بيكمل حد. أيوة. يوم ما بتيجي تبيع لو انت ما انتجتش، فبالحاله دي بتبيع يعتبر يا دوبك بتجيب مصاريفك. تكاليف تمام. الناس اللي بتفكر ان هي بتاخد اراضي في الوادي الجديد تسقعها، ده ما فيش حاجه اسمها تسقيع في الوادي الجديد نهائي، لان الارض ما بتغلاش غير باللي عليها. يعني الارض هي وفاضيه ملهاش سعر. أيوة. تمام. بتوجه حضرتك للمحافظه. تمام. بتشوف المشروع اللي فاتح فين، زي حاليا المفيد باريس وبعض المناطق في الفرافره، وبتاخد الاراضي اللي انت عايزها. جميل. تمام. اتفضل.
طيب يعني ايه الخدمات اللي حضرتك بقى بتقدمها كشركه العوامل للناس؟ يعني اول حاجه احنا كشركه بنقدم جميع الخدمات في الاستصلاح الزراعي، اولا من اختيار التربه دي اهم شيء، والمكان المناسب، المكان المناسب على حسب ظروف الشخص اللي هو هيعمل المشروع. معلش مش هقدر اجيب اسره عايزه 5 فدان واوديها على بعد اقرب مكان ساكن 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو، لو في اطفال في مدارس وكده مش هينفع. فانا بالتالي لازم اختار لهم المكان القريب جدا والمناسب لعيشه. ايه اهم حاجه؟ المعيشه. النهارده انت لما تيجي ما تقولش اقعد في الصحراء لوحدي، لا، انت لازم تدور على المجتمع. لو دورت على المجتمع واندمجت فيه وصرت واحد منه هتنجح في اي مشروع هتعمله، تمام؟ وكل مشروع ليه نجاحاته. اكيد احنا كشركه اول حاجه بنتاكد لك لو انت هتشتري من اراضي من خارج عننا، طبعا في بعض الاصدقاء والجيران والكلام ده كله بنعرض لهم بعض المزارع برضو، فهنتاكد لك من قانونيه الاوراق وان احنا موجودين في البلد، فبنبقى عارفين الارض دي بتاعت مين وصاحبها مين وازاي وليه. حقيقة. طبعا الاوراق القانونيه عندنا في الوادي الجديد كتير جدا، وننصح الجميع يوم ما بتاخد ارض لازم تتوجه للجهه المختصه تسال فيها، مفيش مشكله، تمام، او تروح لمحامي مختص من الوادي الجديد. يعني الحته دي لازم عشان هو عشان هو عارف لان اوضاع الوادي الجديد في الاستثمار الزراعي بتختلف تماما عن باقي انحاء الجمهوريه. صحيح. تمام. عندنا الوضع كله مفتوح، تمام، توفير عندنا متوفر برضه مكتب استشاري هندسي وتراخيص لعمل جميع تراخيص المشاريع والمباني والمنشآت اللي حضرتك عايز تعملها في الاستثمار الزراعي. بنورد معدات زي ما قلت لحضرتك من جميعه، سواء جرات صغيرة جرات كبيرة، معدات ليزر. يعني المشروع بيعتبر مع حضرتك من الألف إلى الياء. يعني بنورد من أول استلام الأرض لحد ما يزرع ويعني احنا معاك لحد الإنتاج لحد وتسويق الإنتاج برضه. تسويق كمان. يعني احنا منزلين عروض حاليا برضه بناخد بسعر السوق العادي وممكن أعلى من السوق في إنتاج النخيل البلح، وبناخد احنا طبعا بنورد لمصانع كبيرة وشركات كبيرة، تمام. برضه بنمسك المزرعة. النهاردة برضو النصيحة اللي مقدمها للجميع، أهم حاجة سيستم الإدارة في أي شركة. أكيد. ولازم النهاردة يوم ما تاخد ما تاخدش، لو أنت إمكاناتك ضعيفة ما تاخدش منفرد عن الجماعة. لا، لازم تخش في أول حاجة يد الله مع الجماعة. والتكاليف برضه توزع الكل. النهاردة كشركة أنا مثلا بقدم خدمة 150 جنيه مثلا على الفدان مرعاية في الشهر. تمام؟ يعني اللي واخد 5 فدان ب 750 جنيه. النهاردة لو هو بره المشروع مش هقدر أقدم معاه كده. كان معنا النهارده اعزائي المشاهدين محب الزراعه، كان معنا المهندس محمود العوامي مؤسس ومدير شركه العوامي بالوادي الجديد، وكان معنا الدكتوره نهى ابو العلا، شرفتونا جدا في برنامجكم. الى اللقاء اعزائي المشاهدين في الاسبوع القادم. كان معكم على الهواء سالم مليجي في برنامجكم زراعه لايف. شكرا والى اللقاء. شكرا.